كانوا دراري سكرانين حدا باب الدار ديالي، كان داخل بني بغاو يضربوه يتعداو عليه. في اللحظه اللي حنايا سمعنا الغوت خرجنا، انا خرجت وبنتي تبعتني، بغاو يضربوا العائل وضربوا لي حتى العائله، جات صدقه في الوجه ديالها من هنا حتى هنا. هيداك ما بين 12 و 12 باش وقع هاد الفوضى هادي، ولكن فوقاش كانوا سكرانين الله اعلم، انا ما شفتش. المهم كانوا شاربين، يعني تم حضرت زعما معلوم بان شاربين. هما جوج الاشخاص، واحد شبروه بارح وواحد هرب، بغاو يضربوا لي العيل في وسط الدار. لا باقي صغير في عمره 16 عام، يعني تا علاقه معاهم، ماشي تقول صاحبهم ولا شي حاجه. العيل بني داخل دارهم عادي، وهما يعني ما فاطنينش لا ما نضتش الدبيزه ما عرفاش. المهم هو السمعه ديالو خايبه، واش فهمتي؟ كيقول لك هو زعما انسان غير خالق، شي حاجه اخرى ما عرفهاش. قال لهم سكتوا، قال لهم انا عندي ماما داخل وخوتي ولاد عمي، عندنا الدار عامره بالنساء، ما تهتكوش بالسفايا خايبين. جاوا ما شبرت سيبوا عليه ضربوه. انا في ديك اللحظه خرجت، كانوا كيشيروا وضربوها في وجهها بالشفره كبيره، الشفره كبيره في يده. حيت هي في ديك اللقطه هذيك الشفره كبيره، الراس ديالها هو اللي ضرب لي وجه العائله من هنا، والقنت ديالها ضرب لها من هنا تحت عينه. واحد دخل شد عليه في الباب حتى جا مخزن. العمليه عملتنا ثلاثه ساعات هما في العمليه، فهمتي؟ عملت لها المهم خياطه، قالت لي زعما مزيانه. بالحق انا كنطالب زعما هذا الشيء الدكتور يدخل ديال التجميل، لحسب العائله ضروري خصها التجميل، راه تبقى لي معيبه. لا حنا دراوش لا قد الحال زعما، الحمد لله. كنطالبوا شي طبيب يدخل للتجميل، يعمل لي تجميل للعائله، ما تبقى لي شي معيبه على حسب العائله باقي صغيره. انا جيت نهضر على داك الشيء اللي وقع البارح. البارح حنايا كنا جالسين في الدار، ما علينا ما بينا، واحد الدار ملصقه قدامنا فيها واحد خانة لا جاي يسكن، فهمتي؟ ماشي بزاف تا شهر ما عنده شي في ديك الحومه. المهم دائما سكران، دائما كيدخل الدراري عنده سكرانين، فهمتي؟ البارح حنايا في الدار ما علينا ما بينا، حتى كنسمعوا صداع العيد عمي كان داخل الدار، سمعهم كيهضروا. وجا هو دار مع، قال له ما تسفاهش راه الحومه والدار وداك الشيء كامل، كيدخلنا للدار قراعي كيتهرسوا الدجاج، فهمتي؟ جا هو قال له شي هضره ماشي هذيك، رد عليه بواحد الطريقه اللي فهمتي اللي عجال تعمل فيها شي دراما وما صفطانش بديك صداق. انا جالس في الدار كنسمع ديك الهضره، الغواس مرات عمي هي حتى هي خرجت كتغوص، هي اللي سمعتها كتغوص وما فهمت والو. ملي هوس كنجبر العائله صغيره، العائله د عمي مضروبه بالشفره من هنايا الضربه، ومشى هيدا على حساب عينه بالشرطه. هذيك الساعة هو دخل بحالو الدار، شاد على الباب، جاب الله اللي ما شبرناش بديك الساعة، اقسم بالله لا كان اي شهادة لحياته في ديك الساعة. تاجا مخزن وداو وهادشي اللي كاين، طلبوا شي مساعدة مع شي طبيب يعمل لها شي عملية، ما يبقاش ديك الاثر الضربة في وجهها. راه العائلة صغيرة في عمرها 4 سنين، كانت تجي فينا ديك الضربة حنايا وما تجيش بالعائلة صغيرة. مطالبة الطبيب يتدخل هيدا بشي معاونة من عنده.